ياخد قرار بخصوصي انا وفريده، غيري انا وفريده وبس. لو كنت انت بس اللي تهمت. ابوها عنده مشكله، ابوها عنده مصيبه، انه خايف عليها منك. لا يا بابا، هو مش خايف عليها، هو بيغير عليها. بيغير على مين انت كمان؟ انت مجنونه؟ ده ابوها. ايه المشكله؟ المشكله ان ابوها يا ابني، ابهات كتيره جدا بيستخسروا بناتهم في اي راجل. ده يبقى مرض بقى. لا يا ماما، اظن حضرتك يا بابا لو حسيت ان انا ممكن ابقى عايشه مع راجل تاني هتبقى مخنوق منه من فكره الجوازه نفسها. لا يا بنتي، ده شعور طبيعي جدا، بس انا اكيد من جوايا هبقى فرحان لك. وهو ده الفرق الوحيد. فرق ايه؟ انه مش مبسوط. هو انا هاكلها ولا هموتها؟ دي هتعيش معايا وفي احسن مكان في الدنيا كمان. انت ليه مصمم قوي كده ان هناك يبقى هو البديل لشغلك يا عمر؟ ليه مش هنا؟ ليه مش في اي حتة قريبة تخليك عايش هنا؟ ما انت كمان بتعرف تعمل حاجات كتيرة قوي غير الغطس. عشان انا لما روحت هناك لقيت نفسي مرتاح، حسيت ان هو ده المكان اللي اقدر الاقي فيه نفسي. ولما تعرف دلوقتي بقى ان اللي مخليك مرتاح ده هو اللي هيبعدك عن فريدة، انهي اهم؟ ايه اللي يخليك مرتاح اكتر؟ انك تبقى هنا وانتوا مع بعض، ولا تبقى هناك وفريدة تروح منك؟ مفيش اي سبب يخليك مصمم قوي كده على السفر وانت عارف ان التمن فريدة غير حاجة واحدة بس، حاجة انت عارفها كويس قوي، وبكده انكل سعيد يبقى عنده حق، او على الاقل مش بيتلكك. ما ترد يا عمر، ايه الاهم والاولى بالنسبة لك؟ عمر، هو في سياحة يا ابني اليومين دول؟ أنا مش عارف إيه اللي مخليك متمسك بالمكان ده قوي. يا جماعة، أنا بكرة هتكلم مع فريدة، هنتقابل ونتكلم. دي قضيتك أنت وفريدة، إنما أنا مش هقابل الراجل ده تحت أي ضغط من أي نوع ومن أي حد. ما تكبرهاش بقى يا سلطان. لو سمحت يا سمية، شوف يا ابني، الراجل ده جه هنا واتكلم كلام فارغ كتير، وأنا من أصلي ومن ذوقي ما رضيتش ارد عليه، لانه في البدايه وفي النهايه هنا في بيتي، يعني ضيفي. دلوقتي انا عايز منك حاجه واحده بس. ايه رايك في الكلام اللي خالد اخوك قاله؟ تليفونك بيرن يا رباب. سامعاك. مين؟ مش عارف. ده أيمن بيه. والنبي ابن حلال، لسه كان على بالي دلوقتي. ألو. صباح الخير يا رباب. صباح النور يا أيمن بيه. أنا قلت اطمن عليك أنت والست سامية. الحمد لله، أدينا قاعدين ومستنيين. بقولك إيه بت يا رباب، يا بت ثانية واحدة يا أيمن بيه. هاتي التليفون، عايزة أكلمه. هاتي أيمن بيه، عمتي عايزة أكلمك. يا ريت، هو حد يطول. ألو. ازيك يا ايمن بيه، وحشتنا والنبي. والله وانتوا كمان يا ست سامية. ولما هو كده يعني لازم ما نشوفكش الا في المشاكل، ما نشوفك ازاي بقى؟ شوف انت تأمري بايه وانا تحت امرك. ما يأمرش عليك ظالم ابدا يا اصيل يا ابن الاصلة. بقول لحضرتك ايه يا ايمن بيه، بتحب البامية؟ الله، هو في حد في الدنيا دي ما يحبش البامية؟ الموكوسة اللي عندي ما بتحبهاش. لا والنبي ما تقوليش عليها كده يا ست سامية، دي رباب غلبانة. يعني يرضيك يا أيمن بيه أدب حلة البامية قد كده وأقعد أكلها لوحدي زي اليتيمة؟ معلش. ومعلش ليه؟ ما حضرتك تخطف رجلك كده وتيجي تتغدى معانا وتشرفنا، أهو مرة نشوفك من غير مشاكل. ربنا يبارك فيك يا ست سامية، معلش خليها مرة تانية بقى. أنا في الاسم ومشغول جدا والله. أكبر بخاطرنا بس يا أيمن بيه، ده كلها ساعة زمن. هتاكل لقمة وتشرب كوباية الشاي وتتكل على الله كده على الاسم في سلامة الله. ده انت لو اتمطعت كده هتبقى عندنا. ماشي يا ست الكل، خلاص مستنيينك. خد معاك يا رباب، هتتغدى معانا. الو. ايوه رباب. ايوه يا ايمن بيه، هنستناك. خلاص، تحب واجي امتى؟ اهي تدبيسه رسمي. وقت ما انت عايز.
لا يعني انا بسال بس، يعني انتوا هتجهزوا الغدا امتى عشان ما اجيش اكركب الدنيا واعمل عوق في البيت؟ يعني نص ساعه يسخن بس الاكل. تمام كده خلاص. قولي ست ساميه متشكر قوي قوي قوي. متشكرين على ايه بس يا ايمن بيه؟ ماشي يا رباب، سلام دلوقتي. السلام عليكم. تأخرت عليك؟ لا ابدا. خليك خليك خليك. النسكافيه بتاعك برد. لا كويس كويس. عارف يا عمر، انا بقت الحكايه ثقيله على قلبي قوي، كل ما نقعد نهاتي ونتكلم في موضوعك انت وفريده ده يا اخي اتخنقت، عشان كده عايزك تفهمني. يا انكل هو حضرتك يعني اكيد عارف فريده بالنسبه لي تبقى ايه، واكيد عارف برضو انا من قد ايه وانا نفسي اتجوزها. احنا اتكلمنا في الموضوع ده يجي مليون مره قبل كده. ممكن بعد اذن حضرتك اكمل كلامي؟ اتفضل يا سي عمر. لو فرضنا ان انا كنت كملت في الخدمه وطلع لي قرار نقل للمكان بعيد يعني السلوم مثلا، وساعتها فريده كانت بقت مراتي، حضرتك كان هيبقى موقفك كده برضو؟ فرضيه يا عمر غير منطقيه. ليه؟ انا كنت هبقى بشتغل ظابط وده شيء وارد جدا في شغلنا. يا سيدي انا بقول على فرضيه انها تبقى مراتك، يا اخي الشيء اللي انتم مصممين ان انتم ما تفهموهوش ومصرين ان انتم تفضلوا عليه هو ان انا شخصيا كنت ضد العلاقه اللي بينك وبين فريده بنتي من اول لحظه، فاهم؟ وقلت الكلام ده لابوك. امال احنا مخطوبين ليه من الاول؟ عشان فريده كانت عايزه كده يا سيدي. ايوه بس كان لازم هيجي وقت ونتجوز. مستحيل، لانك انت كان ممكن ان انت تغلط غلطه كبيره زي دي فاخد القرار النهائي. ايوه بس افرض ان انا ما كنتش غلطت الغلطه دي وكانت الامور مشيت زي ما كانت. مستحيل، لان حضرتك غلطاتك كتير وكانت حاله فريده على طول بتسوء يا استاذ عمر. وعلى فكره انا صبري عليك يا حبيبي خلاص وصل للاخر، اتخنقت نفس. مش عارف اقول لحضرتك ايه، انا حاسس ان انا زي ما كنت تايه. اسمع انا يا حبيبي مضطر اقولك على اشياء اعتقد انك انت هتفهمها. انت لو اب وحصل لك المعاناة اللي حصلت لي انا ومراتي لمدة 5 سنين بين الدكاترة والكفاح علشان تيجي فريده بعد كل العذاب ده، وكانت نتيجتها ان امها بطلت تخلف بعد كده، اعتقد انك هتقدر تفهم قد ايه انا خايف عليها وقد ايه لازم احافظ عليها. عشان كده مستحيل مستحيل اوافق على اللي انت عايزه. وعلى فكرة ده السببين، السبب اللي انا قلته لك والسبب التاني يا اخي، لان انا عارف ومتأكد انك مستحيل هتسيب حكاية صاحبك اللي مات. ازاي؟ الدليل ايه على اللي انا بقوله؟ ما عنديش، لكن احساس عندي من خلال معرفتي ليك دول السببين. أنا قراري واضح يا عمر، مستحيل. حتى ولو كان القرار ده على حساب بنتك وسعادتها؟ عمر تعب ساعة على كل ساعة. عاد اذن حضرتك. اسف يا عمر. عمر انا اسف، سامحني انا اب.
السلام عليكم يا رباب. وعليكم السلام، اتفضل يا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحب. والله ده احنا زرنا النبي. الله يخليك يا رباب. تعبت نفسك يا ايمن بيه. لا مش حاجه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، يا الف اهلا وسهلا يا ايمن بيه. النهارده يوم عيد والله، نورت البيت والدنيا كلها. والله منور باهل ست ساميه. تعيش الله يخليك يا رب. بس ليه التعب ده كله؟ لازم تحرجنا يعني وتجيب حاجه معاك؟ ما تقوليش الكلام ده، ده حاجه بسيطه. ربنا يبارك لك يا رب. قول لي بقى اتاخرت ليه؟ معلش رحت اغير هدومي، اول مره من ساعه ما اشتغلت في الاسم ما اخدش معايا هدوم مهلكي، والناس بتشوف الميري قلبها بيتقبض. عندك حق. دي حاجة صعبة قوي. أيمن بيه بقى بص، احنا مش هنحط الشرب دلوقتي، أنا هروح الأول أسخن الأكل وأجيبه على طول. اللي أنت عايزاه نشرب بعد ما ناكل يعني. أنا تحت أمرك. تعيش الله يخليك يا رب. خليك أنت جنب أيمن بيه وأنا هسخن الأكل. منور الدنيا يا أيمن بيه. يا أهلا وسهلا. يا بسم الله ما شاء الله، احنا بينا أحسن كتير. وإيه الشياكة دي كلها يا رباب؟ الله يخليك يا أيمن بيه. لا بجد احنا كده احسن بكتير. نعمل ايه بقى يعني؟ محدش يكره ان هو ياخد باله من نفسه، بلاش بس الدنيا سرقانا ومخلينا ناسين نفسينا. يا بنتي مفيش حاجه تستاهل، ياما دقت على راس طبول. عارفه اهم حاجه ايه يا رب؟ ان يكون ضميرك مستريح. ونعمه بالله يا باشا. اقول لك سر؟ قول يا ايمن باشا. لا ما بهزرش، اتكلم بجد. اوعى تقولي لها كبير. الست دي عملت معايا النهارده احلى حاجه. اشمعنى؟ كنت هموت على الباميه. اه والله اول ما كلمتني ما كانش في دماغي، اول ما قالت لي باميه ضربت في نفوخي على طول. صحيح والنبي؟ بسيطه، احنا على كده نعمل باميه كل يوم. مش للدرجه دي يا رباب، يا بخت منظره خفف. يا ايمن بنت جمالك على دماغنا من فوق.